العلاقات السعودية المصرية، هذه العلاقات ما بين مصر وما بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية هي علاقات متميزة بتتسم بالقوة والاستمرارية، نظرا لأنه المملكة ومصر كمان بيتمتعوا بشأن كبير سواء على الصعيد العربي أو الصعيد الإسلامي. مصر والسعودية هم قطب العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي، كمان في تشابه كبير في التوجهات ما بين السياستين المصرية والسعودية، وده بيؤدي إلى المزيد من التقارب في الآراء وفي الخطى إزاء العديد من المشاكل والقضايا سواء الدولية أو العربية أو الإسلامية. معانا على التليفون الأستاذ أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام. أستاذ أشرف، أهلا بحضرتك. أهلا، مساء الخير بحضرتك. يعني أهمية التعاون ما بين مصر والمملكة العربية السعودية في الفترة القادمة في عدد كبير من المجالات وعمق هذه العلاقات. المؤسس عبد العزيز وزيارته الوحيدة للعالم كانت لمصر، وصيته لأبنائه بضرورة الاهتمام بتنمية وتعميق العلاقات مع مصر كانت حجر زاوية وأساس رئيسي في حال في ولادة كثير من زخم الطلاق في العلاقات المصرية السعودية على مدار سنوات طويلة في محطات فاصلة وجذرية وعميقة، لعبت دورا كبيرا في نشوء العلاقات نحو كثير من محطات الازدهار والطلاق والنمو في مجالات عديدة على المستوى السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والتنموي وحتى الأمن والعسكري. وهناك كثير من المحطات الفاصلة في تاريخ البلدين منذ ثورة 52 في مصر وصولا إلى ثورة 2013 التي شهدت درجة كبيرة من حجم التنسيق والتشاور والرؤى في كثير من الأفكار والطروحات التي مثلت حالة من العماد وحجر الزاوية لمستقبل واعد لهذه العلاقات، واستمرت في كثير من الزخم والدعم على كافة المستويات والتلاقي في كثير من المجالات لتوفير سياجات الحماية للأمن القومي العربي. البلدان يتمتعان بمؤهلات ومقومات الوحدة الاستراتيجية بين البلدين للحفاظ على كثير من الثروات العربية في مواجهة كثير من المخططات الإقليمية وحتى على المستوى الدولي. وجدنا هذا الأمر في عام 2013 عندما وفرت المملكة الغطاء الداعم لمصر لتجاوز كثير من بعض المحطات التي أثرت على الإرهاب وما إلى ذلك، واستطاعت القاهرة بفضل القوات المسلحة وقوات الشرطة في استعادة الأمن والاستقرار، الأمر الذي أدى إلى تنامي مستقبل موحد للبلدين في توحيد الرؤى نحو رؤية 2030 لكلا البلدين اللذان يتمتعان بكثير من التشارك والتكامل في تحقيق النهضة التنموية لشعبي البلدين بكثير من التكافؤ في فرص التعاون في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، وحتى أننا وجدنا كثير من تنسيق المواقف والرؤى بشأن التحديات الإقليمية في القلب منها القضية الأم والقضية الفلسطينية باعتبار البلدين يمثلان القاطرة العمل العربي الذي يمثل توفير محددات حماية الأمن القومي العربي وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أمن السعودية وأمن الخليج خط أحمر وجزء لا يتجزأ من صلابة وجوهر الأمن القومي المصري. بشكرك الأستاذ أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا.